دائما وفي إطار المساعي النبيلة التي تقوم بها جمعية نشاطات الشباب لدار الشباب الشقفة في سبيل تقديم الدعم النفسي والمرافقة النفسية والبيداغوجية لطلبة البكالوريا المقبلون إن شاء الله على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا المصيري، تنتقل اليوم قناة الشقفة تيفي إلى منطقة أيليان الأرض الطيبة، والتي ستستضيف من خلالها حصة مع إمام القرية الشيخ فضيل كواشي في كلمة من أجل ضمان المرافقة النفسية وتدليل الصعاب، كلمة طيبة نأمل أن تكون فعل خير لأبنائنا وبناتنا المقبلين على اجتياز شهادة البكالوريا، وبالتوفيق والنجاح للجميع. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فهذه كلمة توجيهية إرشادية لأبنائي ولأعزائي الطلبة والطالبات بمناسبة موسم الامتحانات، دنو واقتراب الامتحانات الرسمية، امتحانات السنة، نهاية السنة. فأول نقطة وأول توجيه ينبغي أن ينتبه إليه أبناؤنا وبناتنا التوكل على الله سبحانه وتعالى، التوكل على الله سبحانه وتعالى في كل أمورهم، في اجتهادهم، في دراستهم، في تحصيلهم العلمي، وكذلك عندما يذهبون إلى هذه الامتحانات ويقوموا بهذه الامتحانات، عليهم أن يكونوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى حق التوكل. فمن وثق بالله سبحانه وتعالى أغناه، ومن توكل عليه كفاه، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعندما نقول التوكل على الله سبحانه وتعالى وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلب العلم وفي تحصيل العلم وكذلك في اجتياز مثل هذه الامتحانات والاختبارات، إنما الأعمال بالنيات. وكلما كانت نية الطالب ونية الإنسان مهما كان هذا الامتحان الذي يقوم به ويؤديه في الدراسة أو امتحان في العمل أو امتحان في الترقية أو امتحانات هذه الدنيا كما تسمى، فكلما كان الإخلاص لله سبحانه وتعالى كلما كان التوفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه النقطة الأولى التي ينبغي أن يركز عليها أبناؤنا وبناتنا إن شاء الله تعالى. والنقطة الثانية، أيها الطلبة أيها الطالبات، خروجكم من بيوتكم إلى المدارس وإلى الثانويات وإلى الجامعات وإلى الكليات، ينبغي أن تعلموا بأن الله سبحانه وتعالى يحفكم بملائكته، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني هذا الرضا من الله سبحانه وتعالى، وهذا الاهتمام من الله سبحانه وتعالى، وتكليف الملائكة حتى تقوم بهذا هذه الحماية وهذا الضمان، يستشعر التلميذ ويستشعر الطالب بأنه في حماية الله سبحانه وتعالى، بأنه في معية الله سبحانه وتعالى. وكلما شعر الإنسان بأنه في معية الله سبحانه وتعالى ازداد يقينه وازداد حبه للعلم، وازداد يقينه كذلك بما يحصله من علم ومن ثقافة ومن اجتهاد وما إلى ذلك. وينبغي كذلك أن يعلم الطالب بأن كل علم يحصله في هذه الحياة الدنيا، سواء كان علما شرعيا ما يسمى بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، مختلف العلوم الشرعية، أو مختلف العلوم الدنيوية الأخرى، يقرأ ويدرس مثلا الرياضيات ويدرس الفيزياء أو الكيمياء،
فكلها عندما تكون لوجه الله سبحانه وتعالى يكون الطالب ويكون الإنسان مثابا عليها مأجورا عليها إن شاء الله تعالى. فالفكرة السائدة أن الكثير من الطلبة يعتقدون بأن العلم الشرعي فقط هو ما خص الشريعة الإسلامية أو أحكام الشريعة الإسلامية، وإنما كل العلوم الدنيوية التي تهم وتساهم في بناء المجتمع وفي تعمير المجتمع، تساهم في نهضة الأمة، تساهم في ازدهار ورقي أهل الديار وأهل الإسلام، فهي بالنية الخالصة لله سبحانه وتعالى يكون صاحبها مأجور، وهو في ما يسمى يقوم بالعلم أو يحصل العلم الشرعي إن شاء الله تعالى. هذه نقطة ثانية ينبغي أن يعلمها كذلك الطلاب والطالبات إن شاء الله تعالى. نقطة ثالثة وما أود أن نركز عليه أيها الأحباب الكرام، طالب العلم يستعمل في علمه وفي طلبه للعلم يستعمل بصره ويستعمل عقله كذلك وقلبه، فينبغي للتلميذ وللطالب، ولنا كذلك هذه النصيحة لنا نحن جميعا في تحصيلنا لطلب العلم في هذه الحياة الدنيا، أن نحفظ أبصارنا وأن نحفظ عقولنا وأن نحفظ كذلك قلوبنا. فكلما كان الإنسان يستعمل بصره في الحلال قوى الله سبحانه وتعالى بصره في هذه الحياة الدنيا، كلما استعمل الإنسان عقله في الحلال قوى الله عز وجل عقله كذلك في تحصيله في هذه الحياة الدنيا، وكلما استعمل الإنسان كذلك قلبه في الحلال قوى الله سبحانه وتعالى قلبه كذلك ووفقه لما يحبه ويرضاه. فاستعمال هذه الجوارح البصر والعقل واللسان والأذن والقلب استعمالها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى سيوفق الطالب وسيوفق الإنسان لا محالة للشيء الذي يرضيه في هذه الحياة الدنيا ويرضي الله سبحانه وتعالى. ما نود أن نوجه وننصح به طلابنا وطالباتنا أن يبتعدوا عن النظر في المحرمات، هذه الفيديوهات وهذه التسجيلات التي نجدها في الانترنت في اليوتيوب وفي الفيسبوك وما إلى ذلك، ينبغي أن يبتعد الطالب عن الإدمان عليها أو النظر إليها. أولا هي تغضب الله سبحانه وتعالى، وإذا أدمن عليها الطالب والتلميذ والإنسان بصفة عامة، أدمن عليها النظر بعينه ببصره، وإذا أدمن عليها النظر ببصره فهي تذهب إلى عقله تشوش له العقل، فهي نقول يعني تضعف عقله وتضعف بصره. لذلك ربما لا يستطيع التلميذ والطالب عندما يأتي لكي يجتاز الامتحان والاختبار أن يكون بصره قويا وأن يكون عقله قويا وأن يكون قلبه كذلك قويا، لأنه أضعفه بما يغضب الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يبتعد عن مثل هذه الأمور ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ويخلص النية لله سبحانه وتعالى ويكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الأدعية كذلك المأثورة والتي تصلح لهذا المقام. يقول الإنسان عندما يأتي لكي يبدأ الامتحان فيدعو بهذا الدعاء: اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم يسر لي هذا الامتحان، اللهم وفقني لما تحبه وترضاه، اللهم اجعلني أخذ يعني أستعمل وأخذ بأسباب النجاح والتوفيق في هذا الامتحان واجتياز هذا الاختبار إن شاء الله تعالى. كذلك نقطة أخيرة إن شاء الله تعالى صالحة لأبنائنا وبناتنا، أن يحرصوا على دعوة الآباء والأمهات لهم، أن يحرصوا أولا على طاعة الآباء والأمهات، فإذا حققوا هذا الأمر سينالون لا محالة هذه البركة، وهي دعوات ودعوات الآباء والأمهات لهم بالتوفيق، يعني يلتمسوا رضاهم ويلتمسوا حبهم
ويلتمس كذلك الدعاء لهم إن شاء الله تعالى. فكل إنسان حقق طاعة الوالدين يعني ابتعد عن العقوق فهو يحقق مرضات الله سبحانه وتعالى، فطاعة الآباء والأمهات من طاعة الله سبحانه وتعالى، ويحقق لا محالة هاته الدعوة الرضية إن شاء الله تعالى من الآباء ومن الأمهات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.